السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أم سارة. وإن شاء الله النهاردة هنعمل ورشة خفيفة جدا وسريعة بفضل الله، يعني هوريكي حاجة بسيطة جدا فيها بتقف مع ناس كتير، مع إن هي بسيطة يعني ومش مستاهلة إن هي تقف معانا، بس إن شاء الله يعني هنوريها لكم بطريقة بسيطة كده، وإن شاء الله ربنا ييسر لنا الحال وما تقفوش فيها بعد كده خالص. طيب، في ناس كتير لما بتقفل شغلها، أنا بشتغل بطريقة العقدة طبعا، أي مجسم بشتغل بطريقة العقدة. لما الناس بتقفل شغلها وبتيجي بتسرب الخيط بتاعها ما بتعرفش تعمل ايه، ما بتعرفش، ما هو كده كده في الخرز في عقده، فهي مش عارفه لا تروح يمين ولا تروح شمال. طيب حواريك هتعملي ايه؟ معايا اخر غرزتين، يعني انا فاضل لي في السطر ده فاضل لي الغرزه دي والغرزه دي. طيب قبل ما تقفليهم تعالي معايا، وممكن تخليها كمان من اللي قبليها، بس انا خلاص مش محتاجه من اللي قبليها، يعني ممكن تخلي اخر ثلاث غرز تعملي فيهم الكلام دوت. طيب تعالي نشوف هنعمل ايه. هنسمي الله. اولا يا جماعه الخيط 70 و60 والكلام ده ما بيتربطش، في ناس لما بتخلص شغلها بتربط، اربط 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 وقص. انا شفت شنطه جميله جدا ما شاء الله، جميله اللهم بارك، ولكن مسكت الشنطه لقيت في الجنب بتاعها مربوط كام ربطه كده مع بعض، انا مش عارفه ازاي اللي طلعتها بالشكل دوت، والناس كده كده مش عارفه فبتشتري وخلاص. الله يوسع الجميع ويرزق الجميع يا رب، اللهم امين. طيب اخر غرزه هسيبها وانا بشتغل في اللي قبليها اهو، هحط الاثنين اللي عليهم الدور في الشغل، واحد اثنين. زي ما قلت لك لو هتسربي كتير، بس بالطريقه اللي انا هوريها لك دي مش هتسربي الخيط كتير. حطيت اثنين، المفروض ان انا هاخد دي كده وارجع فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، وشد، ده المفروض اللي ده يحصل، واعمل عقده. طيب واما اجي اشتغل اللي بعدها كمان هتعدي كده وتعدي كده، وتحطي واحده في اي واحده منهم تقابلك، اي طرف منهم خلاص مش هتفرق منين ده ولا ده، وهعمل العقده بتاعتي. ده اللي كله بيعمله او اغلبه بيعمله. طيب انا خلصت الشنطه، الخيط ده هعمل فيه ايه؟ او انا هقصه؟ لا طبعا مستحيل اقصه، ما ينفعش. خدي بالك لازم ان انا هعدي كده هسرب الخيط بتاعي. طب هسربه فين؟ همشي بالعرض كده؟ لا ما ينفعش همشي بالعرض كده، ما ينفعش، الشغل بتاعي فيه فتله بالعرض خالص. يبقى المفروض ان انا هنزل في دي اقرب واحده ليا. ايه ده يا جماعه؟ طب ما انا مش عارفه انزل، ما انا هي فيها عقده. طيب تعالي نوريكي الحل الصح بقى، يلا في السريع كده باذن الواحد الاحد. يلا بس نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا شديت الفتلتين، ادي الغرزه اللي قبل الاخيره، دي الاخيره ودي اللي قبلها، حطيت الاثنين بتوعي عادي خالص، وبدل ما اعدي واعمل عقده او اني ارجع فيها واعمل دايره واسحب الطرف الثاني، لا انا مش هعمل كده. اهي الفتله اللي فيها اثنين، هسيب اللي انا واقفه عليها دي ماليش دعوه بيها، مش انا مقفلها هقفلها هنا. طيب يبقى اللي انا واقفه عليها ماليش دعوه بيها، هدخل في اللي بعديها على طول اللي هي خلاص دي اخر واحده، واشد. اهي اتقفلت اهي، اهي انا قفلتها. طيب هطلع فوق، انا الخيط بتاعي تحت ما ينفعش يفضل تحت، نفس الفتله اللي انا ماسكاها وشغاله بيها، هطلع كده لفوق. طيب الفتله اللي تحت بقى اللي انا كنت هعدي من وراها واقفل، ما هي تحت ما ينفعش اسيبها تحت، هطلع كده لفوق في اول واحده بتقابلني اللي انا لسه معديه بيها، الخيطين معايا فوق. اقفلي الاخيره عادي خالص زي ما بتقفليها، حطيت العدد والف من وراها وارجع فيها واشد، شدي عقدتك كويس. طيب انا كده قفلت خلاص، اسرب خيطي ازاي؟ الحركه اللي انا عملتها ان انا حطيت الخرزتين بتوعي وعديت على طول في دي ودي، اصبح هنا اللي انا واقفه عندها دي ما فيهاش عقده، فيها خيط معدي عكس اعكاس، دي كده ما فيهاش عقده، يبقى همسكها كده عادي واعديها كده، اهي عدت بفضل الله بكل سهوله، والتانيه كمان هنزلها برضو لتحت هتعدي معاكي بفضل الله كل سهوله، لان دي اول واحده في السطر اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. المشكله ان انا مش شايفه يا جماعه، والله ما شايفه الالوان الفاتحه دي صعبه قوي. اهي عدت بكل سهوله لان دي برضو كده كده اول واحده في السطر ما كانش فيها عقده، لان انا كنت ماشيه كده فاصبح العقده هنا مش هنا. طيب ادي الطرفين، خلاص انا كده؟ لا مش خلاص انا كده، انا ممكن اعدي كده واعدي كده، واما اجي اطلع كده تاني سواء في دي او انزل هنا في دي، الاثنين دول فيهم عقد، فبرضه هتبقى نفس مشكلتي. يبقى انا مفيش قدامي بقى خلاص غير دي، انا لفيت اللفه دي كلها عشان خاطر
اعمل تقفيله صح، يبقى انا خلاص مش هعدي ولا يمين ولا شمال، انا قدامي دي انا معايا طرفين الخيط اهم جنب الخرزه دي بالظبط، يبقى هعدي باليمين او بالشمال فيها بواحده بس منهم. يبقى عديت كده، خلينا باليمين، يا رب جعلنا من اهل اليمين. عديت بواحده بس اهي، وامسك نفس الطرف اللي انا عديت بيه او الطرف التاني واحد منهم، فخلاص انا كده كده ماسكه اللي انا عديت بيه. هعمل ايه؟ هعديه من ورا الطرف التاني، ولنفس الخرزه اللي انا لسه داخله فيها اطلع منها تاني. طيب يا مسارة هي هتطلع؟ لا مش هتطلع، لان انا كده كده الدايره اللي اتعملت بالخيط دي انا ساحبه الطرف التاني منه، فمش هتطلع. هتديكي عقده نفس ما بتشتغلي العقده اهو، هشد بقى اهو، هشد العقده دخلت جوه الخرزه خلاص، ما تحاوليش بقى باي شكل من الاشكال بفضل الله عمرها ما تتفك. ده كده التقفيل الصح. طيب انا كده كده الخرزتين اللي معايا بالطول دول هجرب، لا خلاص مش عايزه، مفيش اي مشكله عندي، انا كده كده قفلت خلاص، انا ثبتت كويس قوي وعقدتي جوه الخرز، وبفضل الله انا واثقه من شغلي. هقص بقى الخيط ده كده، انا قفلتها خلاص. دي احسن طريقه تقفلي بيها شغلك وتبقي ضامنه بفضل الله ان شغلك تمام ومفيش خيط باين ومفيش عقده. يا جماعه الخيط التخين ده ما بيتربطش، بالله عليكم خلوا شغلكم مهما كان الناس اللي انتوا بتبيعوا لها مش عارفين ده صح ولا غلط، لا انا اطلع شغلي صح، لازم اطلع شغلي صح، وحاجه بسيطه جدا هتفرق معاكي في الشغل كتير وتعلي القيمه بتاعته. وباذن الله اشوفكم في تكه جديده كده ان شاء الله، يعني اي حاجه بسيطه كده هنزلها لكم. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.